ربنا يبارك فيك. انت اول ما رحت كنت مستشفى دي تمام الحمد لله ربنا كرمك وعافاك وطلعت بالسلامه. احنا كنا ابطال حرب 73 انتوا بقى ابطال دلوقتي ربنا يخليك. انتوا ابطال دلوقتي ربنا يخليك. احنا حاربنا وجبنا سينا انتوا بقى بتحاربوا وبتنقذوا الشعب. والله الناس كلها زي العسل والله. بتقدم لك اخبارها ايه؟ مفيش بعد كده التمريض مفيش بعد كده دكاتره. ما هو دكاتره دكاتره الله يبارك فيهم الدكتور احمد الدكتور عبد الله. تعرف الدكاتره بسالون كمان ما شاء الله. انا قعدت شهر يا ناس يا دكتوره. مستشفى كفر زيت العام ايه؟ الله يا ست عسل. هي مستشفى برضه. هي مستشفى ايوه صح صح. هي حلوه ونظيفه نظيفه نظيفه. انا ما شفتش مستشفى نظيفه زي دي حقيقه. الصبح واخر النهارده ما شفتش دبان. انا حضرتك الله يكرمك فدي حاجه حلوه. انا من كلنا هنا في الشريف انا من كويس من كويس. وعندنا مستشفى ده مفيش ضرر في المستشفى دي. ربنا يبارك في المدير بتاعها لان هو المدير هو عمدنا.